ولنقاش تفاصيل الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا وما حققته الجولات 16 الماضية في ظل قصف النظام للمدنيين في إدلب وحماة، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة المعارض السوري المستقل خليل المقداد. أهلا بكم أستاذ خليل. أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ خليل، ماذا ستضيف هذه الجولة للمسار التفاوضي الذي انطلق في جنيف وانتقل لاحقا إلى أستانا ولم يحقق نتائج منذ سنوات؟ أنت قلتيها يا سيدتي، لم يحقق نتائج، لكن للأسف هو حقق كل شيء سلبي. نحن الآن أصبحنا نضع أيدينا على قلوبنا مع كل جولة جديدة من مباحثات أستانا، ننتظر ما الذي ستتمخض عنه وما الذي سيتم تسليمه وكيف سيتم إقضاء هذه المناطق الجديدة. وكلنا رأينا المؤشرات التي سبقت هذا الاجتماع المزمع عقده في 7 و8 من هذا الشهر، وما سبقه أيضا قبل أيام اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا والاتفاق على مسألة المعابر والأمور المتعلقة بها، وربما الانفور حلب اللاذقية وتطبيق اتفاقية العام 2020 الشهر الثالث أيضا. وكل هذا لم يعلن عنه وأجل أو رحل ليكون من مخرجات أستانا، مخرجات أستانا التي أيضا شاهدنا انعكاساتها قبل أن تبدأ في ما حدث في المحرر بين هيئة تحرير الشام وجنود الشام. أيضا هناك في 10 من هذا الشهر سيكون هناك مجلس الأمن، جولة لمجلس الأمن أو جلسة لمجلس الأمن بخصوص تمديد العمل في معبر باب الهوى ربما لمدة 6 أشهر، لمدة سنة. ستعارض روسيا، لكن أنا باعتقادي روسيا الآن تلعب بهذه الورقة لهدف خبيث. الهدف الخبيث هو عملية فتح المعابر ما بين المحرر ومناطق النظام المجرم، لذلك هي ربما ستحاول أن تبتز الأطراف وربما تصل إلى اتفاق أو ربما وصلت إلى اتفاق مع تركيا بهذا الخصوص، ويتم فتح المعابر مع النظام مقابل الاستمرار في باب الهوى. هي تريد أن تنعش النظام الذي لم يعد يستطيع أن يقدم شيء. هذه المناطق القريبة من مناطق سيطرة النظام، القريبة من مناطق سيطرة المعارضة، والتي يمكن أن يفتح فيها معابر سيتم إنعاشها من خلال ما يتم إدخاله هناك، إضافة إلى الطريق الدولي. الطريق الدولي يطالبون بفتح هذه الطرق مباشرة باتجاه مناطق سيطرة النظام، مع عزل أو إنشاء مناطق عازلة خالية من أي وجود مسلح لأي فصيل. وهذا الأمر أيضا خطير، وهو ربما يعني يصب في إطار ما قامت به هيئة تحرير الشام من عملية حل جنود الشام مسلح الشيشاني. نعم، بالحديث عن الدور الروسي، تتزامن هذه الجولة من أستانا مع قصف النظام للمدنيين، كيف يفسر تجاهل المجتمع الدولي للأزمة السورية رغم كل العواقب المروعة وتسليم الحل بشكل كامل لروسيا؟ ليس هناك تجاهل يا سيدتي، ليس هناك تجاهل أبدا، مطلقا ليس هناك تجاهل. هناك توزيع للأدوار، ما يفسر على أنه تراجع أمريكي أفسح الدور لروسيا لتلعب أو تمسك بزمام الأمور هناك، هذا كله ضحك على اللحى. من لا يدرك هذه الحقيقة فهو لحاجة لطبيب نفسي. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تحتاج تسقط المساعدات من الجو، وفعلت هذا مع كرد العراق إبان الحروب مع تنظيم الدولة. الولايات المتحدة الأمريكية ليست بعاجزة عن أمر النظام بالتوقف عن القصف والقتل، وسيفعل. الولايات المتحدة هي الطباخ الرئيسي، روسيا مساعدة، بقية الدول تعمل ما بين جرسون وتنظيف وهكذا، كل واحد له دور. هؤلاء جميعا يشاركون فيما يحدث للشعب السوري من قتل وتشريد وإبادة بهدف إخضاعه. يعني هذا التصعيد الأخير لروسيا الذي يسبق أستانا ويسبق جلسة مجلس الأمن بهدف استحقاق، وهذا الأمر يعني هو
نوع من تيئيس الناس لدفعهم للقبول بأي شيء يعرض عليهم. يعني نريد رغيف الخبز الآن، أصبحت المطالب محصورة في كثير من المناطق برغيف الخبز، وهذا يحدث أيضا حتى في مناطق النظام التي بعض المناطق فيها لا تجد رغيف الخبز. الوضع مأساوي كارثي. نعم. وهذا ينعكس على كافة الشرائح. بالحديث عن الحلول الممكنة، يرى البعض أن القرار 2254 للأمم المتحدة كان حلا مناسبا للأزمة السورية، ما الذي كان يمنع من ترتيب جدول زمني لتطبيقها على الأرض؟ الذي يمنع من يعني هذا الأمر هو المحافظة على النظام. إن طبقوا هذا القرار يسقط النظام عمليا، مباشرة يسقط النظام. هم لا يريدوا إسقاط النظام، يعني رغم كل الشعارات من بشار الأسد حيوان إلى الآن، يعني ما يحدث من عمليات واجتماعات ومؤتمرات وجولات وتحميل النظام مسؤولية وروسيا إلى آخره، هم لا يريدوا إسقاط النظام. هم كل ما هنالك يضحكوا على هذا الشعب، يضحكوا على الناس، يجدوا المبررات للرأي العام الداخلي عندهم بمسألة أنهم معارضون وأنهم ضد ما يحدث وأنهم يدينون ما يحدث. طيب تدين ما يحدث، ما هي الخطوات العملية التي قمت بها؟ لا شيء. إعادة تدوير للنظام، استمرار لعمليات القتل والتهجير والتدمير، ولا نجد ردا. المؤسف أن الضامن التركي الذي ألزم الفصائل بعدم الرد لا يتحرك، ولا يعني نجد له تأثير يذكر في عملية وقف هذه الاعتداءات. طيب الناس قبلت بهذه الهدنة، والفصائل تقول لا نريد أن نرد كي لا نتسبب بدم. طيب روسيا تقتل، روسيا تقصف الآمنين المدنيين العزل أثناء الليل وهم نيام. طيب ما هو الحل؟ إذن على الفصائل أن تدرك هذه الحقيقة. لو أدركت هذه الحقيقة بدل أن تقدم تنازلات استرضاء للمجتمع الدولي وروسيا، يعني هيئة التحرير الشامل أن تقدم تنازلات لروسيا، لو تحركوا بفتح جبهة أو اثنتان، المجتمع الدولي هو من سيسترضي هذه الفصائل. عندما تنام هذه الفصائل وتصبح ملزمة بتقديم تنازلات، وبالتالي هي تنحدر في مسلسل التنازلات إلى ما لا نهاية، ويعني تسهم في ما يحدث أو تكون شريك فيما يحدث للناس، للمدنيين العزل من قتل. إذن لابد من فتح جبهات، لابد من رد من هذه الفصائل، لابد من تحرك تركي. يكفي هذا ما يحدث، يكفي يعني تماما، لأن الدور التركي أصبح شريكا في كل هذه الجرائم. وهنالك يعني النقطة المأساوية الأخرى، أن الجندرمة التركية بين حين وآخر تطلق النار على بعض المدنيين في المخيمات هنا وهناك، وهذا يجب أن يتوقف أيضا. أنا أتحدث بهذا الأمر لأنني أجد أن من واجبي التنبيه، لأن من واجبي رفع معاناة الناس. نعم. الحديث عن معاناة الناس. وصلت الفكرة. الأستاذ خليل المقداد، المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت، الأستاذ خليل المقداد المعارض السوري المستقل حدثنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة.